هو هنبدأ نتكلم عن السمنة، نبتدي منين؟ نبتدي منين؟ على فكرة السؤال ده كويس قوي، الناس كلها بتقول لك ابتدي منين؟ عارفين نبتدي منين؟ دلوقتي. اللي عايز يخس ابتدي الآن، ناو، هو ده الأساس. ودوت هو الكلام اللي اتقال في المؤتمر السمنة العالمي، اللي هو بيقول لك اللي عايز يبتدي يبتدي دلوقتي. ما يقولش لما ابتدي، لما رمضان يخلص، طب اكل اللي موجود فيه، طب ان شاء الله لما المدارس، ده الصيف، ده الشتاء، الصيف. مش هينفع. اللي عايز يبتدي يبتدي حالا، ناو، ستارت، حالا. ما تبتديش وما تتاخرش وما تستناش تقولش لما اعمل اي حاجه. اللي عايز يبتدي لازم دلوقتي، لازم تحت اشراف طبي، لان لو هيبتدي لوحده هيلاقي كميه احباطات كتير جدا ومش هيقدر يكمل لوحده. طيب دكتور هاني، احنا النهارده مش بنتكلم عن مكافحه السمنه يمكن من ناحيه التجميليه، احنا بنتكلم عليها من ناحيه الصحيه، وان هي فعلا بتسبب امراض خطيره وامراض عديده، يمكن امراض في منها البعض يخص السيدات، وايضا امراض مشتركه بين السيدات والرجال، وامراض ايضا للرجال. الموضوع فعلا كبير وبيسبب امراض يعني حقيقيه وامراض مش بسيطه. فعايزه اعرف من حضرتك يا فندم، بدايه واحنا بنتكلم عن السمنه، من اول الاسر اللي بتربي اطفال، لانه في اطفال يعني السمنه بتبدا مع اشخاص منذ الطفوله. أيوة. ما بيقدروش ان هم كل ما بيكبروا كل الموضوع بيبقى اصعب. فعايزه ابتدي مع حضرتك من بدايه النشأ، من اول ما اسره بيكون عندها اولاد، ازاي تقدر تنشئ طفل سليم جسديا ويكون صحي كمان، في توازن في وجباته. فعلا زي ما حضرتك قلتي، ان الموضوع بيبتدي من الاسره. يعني السمنه بتبتدي هي حالات بيئيه وحالات امان وراثيه كمان وحالات مرضيه. بس قبل ما نقول ان هي حالات بيئيه حالات وراثيه، نبتدي نشوف الاسره بتعمل ايه. فاللي هيعمل نظام غذائي الاسره كلها تعمل نظام غذائي، ونبتدي من الاطفال وناكل صح. الولد مش هيعرف يجيب الاكل لوحده، مش معهوش فلوس عشان يجيب حاجه، احنا اللي بنديله، احنا اللي بنديله الفلوس. صحيح. احنا اللي بندي العادات الغذائيه الصحيحه لاولادنا، نعلمهم يعني ايه اكل. مش علشان انا تعبانه او ماليش نفسي اكل او عايز اخلص من الموضوع اجيب له الكيكايه اللي من الشارع او الوجبات الغذائيه السهله من المحلات، او الاخطر من كده الكومبو. كل واحد يجي يقول لك ايه هاخد كومبو، الكومبو ده مهم، ده ارخص. لا، انت بتضيع نفسك لو خدت كومبو. بيدور على العروض. يقول لك ده خد كومبو مع بطاطس قد كده والكبيره. ده انا واخد ارخص كتير، ده كده هيضيع نفسه اكتر. ابعد عن الكومبو خالص. يا ريتك ما تاخدش الحاجات اللي هي فيها مقليات كتير، مش ليك انت، للاسره كلها. بس هل معنى كده ان انا امنع نهائيا وبقيت الاصدقاء وكله بيعمل؟ لا، احنا نبتدي نفهم يعني ايه العادات الغذائيه الصحيحه، يعني ايه ناكل صح، ويعني ايه ناكل غلط، وليه بناكل كده. ونكتر الرياضه اكتر، ونزود الحاجات اللي فيها خضروات وفاكهه. ما يبقاش ان انا ادي لما اكون حد عمل حاجه كويسه اشجعه وامدي له شوكولاتايه او ادي له حاجات حلويات.